أهلا بكم من جديد. خطوة تحضير الدرس اليومي في مادة الفلسفة. في هذه الحلقة سوف أتعرض للأساسيات التي ينبغي على أستاذ الفلسفة أن يضعها في الاعتبار لدى مباشرته تحضير الدرس الفلسفي اليومي. أهلا ومرحبا بكم من جديد. ماذا يتطلب مني الدرس اليومي في مادة الفلسفة؟ في الواقع هناك متطلبات غير الخطوات المعروفة في سير الدرس والتي سأفرد لها حلقة خاصة بالتحضير اليومي. هناك خطوات تشكل الخلفية التي ينطلق منها أستاذ الفلسفة عندما يريد تحضير مادته للدرس، للشرح، لإعطاء هذه التحضيرات لطلابه. لهذا سوف نركز في تصورنا للهدف من التحضير اليومي، هو تحديد الأهداف العامة والتفصيلية للدرس، أي ننطلق من خلفية الأهداف العامة للدرس أو المنهج ونحولها إلى أهداف إجرائية وتفصيلية تناسب الدرس الذي نحن في صدده، والهدف الأساسي هو تحقيق أكبر قدر من الفهم والاستيعاب للمفاهيم التي نقوم بشرحها. ما هي المراحل تلك؟ أول مرحلة هي مرحلة تحليل المنهج والمفاهيم. كل أستاذ ينبغي أن يكون ملما بالأهداف الكبرى للمنهج بتوصيف المنهج العام لمادته، ثم يكون على دراية بمجموعة المفاهيم التي تؤمن الشرح أو إيصال تلك التوجيهات المنهجية المتعلقة بمادة الفلسفة في الفصول الدراسية، ويكون ذلك من خلال تحديد المفاهيم المراد تدريسها وتحليل المنهج الدراسي، وذلك يؤمن لنا تنظيما منسجما ومرتبا للمحتوى، ويكون متسلسلا بطريقة منطقية. يكون الأستاذ على فهم بمسار تلك الخريطة المنطقية. ثانيا، تصميم جدول للدرس. لو فرضنا أن المنهج ينقسم إلى 4 وحدات، لابد من وضع تصميما خاصا بكل وحدة على حدة نضع فيها الفترة الزمنية التي سوف ننجزها فيها، ثم نضع بشكل أساسي المفاهيم المدرجة والمعلومات وتسلسلها، وأيضا تعلقات المفاهيم بمفاهيم سابقة ومكتسبات سابقة ومكتسبات لاحقة، أي أن نقدم المحتوى وندرب التفكير من خلال التمارين التي تؤمن لنا شرحا أفضل ومتسلسلا للدرس. ثالثا، وضع الخطة الزمنية، وهذا ما أشرت له في جدولة الدرس. الجدول لا يكتمل إلا بوضع الخطة الزمنية، نحدد كل أسبوع سوف نشرح كذا، في نهاية الأسبوع سوف نقوم بتقديم كذا، في الأسبوع الثالث سوف نفعل كذا. إذا تحديد الخطة الزمنية وتفصيلاتها العمومية، يعني ربما يستطيع الأستاذ أن يتصور شرح درسه، الخطة الزمنية لشرح الدرس لوحدة دراسية واحدة، ولكن هذه الخطة قد يعترضها عقبات ينبغي على الأستاذ أن يضعها بعين الاعتبار. قد يكون هناك عواصف أو أمور طارئة، أو ربما تكون نوعية الطلاب ليست كما كان يتخيلها الأستاذ. طبعا نحن في بداية السنة الدراسية، الأستاذ لا نفترض أن الأستاذ لا يعرف طلابه في السابق. إذن نوضح في تلك الخطة مجموعة الأنشطة التي تؤمن لنا تغطية الموضوع أو تغطية موضوع الوحدة ومشاركة الطلاب. عليه أن يفكر أيضا في بداية تخطيطه للدرس ولشرح الدرس ولشرح دروس الوحدة بشكل عام، ما هي الرسوم التي يجب أن يستخدمها في شرحه. وأهمية الرسوم هي أنها تعمل على إبراز التفاصيل الهامة، وخاصة الرسوم البيانية التي
تعرض بالأرقام وبالأسهم وبالرسوم مسار المفهوم وتطوراته والعلاقات بينها. أيضا تقوم الصور أو الرسوم التوضيحية بمهمة تشويق الطلاب، الصورة تجذب الطلاب والألوان، نعمل على اختيار الألوان والصور يعني تكون مبسطة، لا يوجد الكثير من العناصر حتى لا يتشوش عقل الطالب وذهن الطالب. نحن نرتكز على الصورة في إثارة خيال الطالب وفتح القوى الذهنية لتلقي وتوليد أفكار وإبداعها. أيضا الرسوم التوضيحية تعمل أو تهدف أو تؤمن إيصال المعلومات بصورة مبسطة، وذلك معروف من خلال أن الإنسان يمتلك الحواس التي تساعده في التعلم، خاصة حاستي السمع والبصر، فهناك طلاب يستخدمون البصر أكثر، يعني يرتكزون في تلقي المعلومات على ما يرونه، وهذه الشريحة الكبرى من الناس كوننا نحن نعيش في عصر الصورة والميديا، فالتركيز يكون أكثر على الصورة مما يكون على السمع، يعني أن نتكلم والطالب يستمع. أيضا لابد أن يفكر بمجموعة الخرائط التي يجب أن يستخدمها في الدرس الفلسفي، ومن تلك الخرائط خرائط الفكر، وفيها نستخدمها لتوضيح الأفكار وإبراز التفاصيل والعلاقات بين الأهداف والنتائج المرجوة. أيضا هناك نوع آخر من الخرائط وهي خرائط العقل، والتي توضح عملية التفكير وتربط الأفكار في درس الفلسفة الواحد. وأيضا النوع الثالث من الخرائط هو خرائط المفاهيم، التي يمكن أن نستخدمها في توضيح العلاقات المعرفية بين المفاهيم وتنظيمها بشكل منطقي. على فكرة، لو أردتم حلقة خاصة بكيفية رسم الخرائط وكل نوع من الخرائط وكيف نستخدم كل خريطة، اكتبوا لي في التعليقات وسأقوم بعمل فيديو خاص بهذا الأمر. استخدام الصور التوضيحية أيضا تسهم في تعزيز الذاكرة، وهو الأمر الذي نسعى إليه، أن يستطيع الطالب حفظ مجموعة المضامين المعرفية الهامة المتعلقة بالوحدة الدراسية التي نحن في صددها، وتثبيت تلك المفاهيم وتلك المعلومات لدى الطلاب. إذا نحن نحتاج لصورة حتى ننشط عملية الحفظ وعملية التذكر. أيضا نستطيع أن نستخدم الصورة في إيصال الشعور والمشاعر إلى الطلاب. هنا نتذكر أننا نحن نتعامل مع طلاب بشر، وهؤلاء ذوي شخصية مستقلة ومشاعر، وتتداخل المشاعر بعملية التفكير وتنتج تلك الشخصية. لذلك نحن من خلال صورنا لابد أن نقوم بعملية الشرح من خلال الصور. أيضا تبرز الصور الأمثلة العلمية، لابد أن يطلع الأستاذ على أبرز المستجدات العلمية التي تؤكد النظريات الفلسفية أو تدحضها، ليستخدمها في الشرح اليومي، لأن الطالب من حقه علينا أن نقدم له ما هو جديد. على فكرة، هذه الصور التي أستخدمها في شرحي ولدتها بواسطة الذكاء الاصطناعي. لو كنتم مهتمون أيضا بهذا الجانب، اكتبوا لي ذلك في التعليقات حتى أقدم لكم كيفية تصميم الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع درس الفلسفة خصوصا. أهمية التصميم التوضيحي في توصيل المفاهيم، أولا جذب الانتباه، وهو أساس عملية الشرح في الفصل الدراسي. لا يستطيع الأستاذ أن يتعامل مع طالب لا ينتبه إليه، وحتى أنا أجذب انتباه الطالب لابد أن أستخدم الرسوم والجداول والبيانات والصور التوضيحية حتى
حتى أتجنب إبقاء الطلاب متشتتين، وحتى يكونون مستعدون على الدوام للاستفادة من المعلومات المقدمة. ثانيا، تسهيل الفهم، كما أوضحت سابقا وكما أكرر وكما أشدد أن التصميم التوضيحي يساعد في توضيح وتبسيط المفاهيم المعقدة ليجعلها أكثر سهولة وأسهل على الفهم من قبل الطلاب. ثالثا، تعزيز الاستيعاب، لا شيء يكون قابلا للحفظ والتذاكر والاستخدام في التحليل والتركيب والتطبيق إن لم يكن قد مر بمرحلة الاستيعاب. فالاستيعاب يستطيع الطالب من خلاله، عندما نقول أن الطالب قد استوعب المعلومة، يعني أن استطاع فهم ماهية المعلومة واستخداماتها وحدود استخداماتها وطريقة التعامل معها. إذا هذه أبرز الأمور التي يجب أن يضعها الأستاذ في خلفيته قبل أن يبدأ تحضير درسه اليومي. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف أتطرق إلى خطوات شرح الدرس اليومي. كونوا على الموعد، إلى اللقاء، شكرا للمتابعة.